السلام عليكم، نبي ناخذكم رحلة قصيرة إلى قصر غياض عشان تشوفونه على الطبيعة. طبعا قصر غياض جنوب حايل، ويبعد حايل تقريبا 3 كيلو. الآن قريبين من الدخول إلى قصر غياض. طبعا هذه هي بداية الدخول إلى قصر غياض، وهذه المنطقة المحيطة بقصر غياض. هذه أحد البيوت الطينية القديمة كانت محيطة بقصر غياض. هذه طبعا هذا أحد الأبراج الآن، هذه كلها بيوت طينية وأبراج مراقبة، كلها تحيط بقصر غياض. طبعا الوصول إلى قصر غياض خطير جدا، توجد آبار عميقة أحيانا تطلع عليك فجأة ولا تعلم عنها. فأي شخص بيجي زيارة إلى قصر غياض ينتبه انتباه شديد للآبار العميقة، لا يطيح فيها. طبعا بوريكم احد الابار العميقة والخطيرة، هذا بس واحد بير اللي بوريكم اياه غير الابار المحيطة بقصر غياض. طبعا وصلت الان لاحد الابار العميقة، شوفوا عمقه، شوفوا كيف. طبعا هنا هو مطمور جنب قصر غياض، ابار اطول واعمق. فهذه اللي امامنا هي المنطقة المحيطة بقصر غياض. طبعا قصر غياض هذا هو امامي الان هالمكان هذا، وبصل له الان شوف. طبعا وصلت الآن إلى قصر غياض. طبعا المنطقة المحيطة بقصر غياض، وقصر غياض يعتبر منطقة آثار يحذر من الاعتداء عليه. قصر غياض يعتبر من المناطق الأثرية ويحظر التعدي عليها تحت طائلة العقوبات الواردة بنظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي، وارد بالمرسوم الملكي رقم 126 وتاريخ 23/6/1392 هجري. جميع من يزور أي منطقة أثرية أو مناطق فيها آثار يمنع نفسه أو أي شخص من الاعتداء على هذه المناطق لأنها تاريخية. والدولة ما قصرت ولله الحمد، والسياحة والآثار تهتم بمثل هذه الآثار وتضع عليها شبك وتضع عليها لائحة لتحذير الناس عند يعني ما أبي أطيل عليكم، ونبي نشوف قصر غياض، ونبي نشوف الآبار المحيطة بقصر غياض الآن، وأنبه من عدم الاقتراب من هذه الآبار. طبعا هذه اللافتة تعتبر هي توضيح لمنطقة الآثار أو قصر غياض. هنا هذا بوابة الدخول لقصر غياض، والبوابة طبعا زي ما تشوفون أمامكم الآن، هذه هي بداية الدخول لقصر غياض. هذه البوابة، وهذا البيوت الطينية، هذه البيوت اللي محيطة بقصر غياض، وهذا هو قصر غياض. شوفوا كيف البيوت الطينية القديمة. طبعا قصر غياض منطقة تاريخية قديمة جدا. طبعا هذا الشبك يفصل بيني وبين الدخول لقصر غياض، لكن أوريكم الآن الآبار العميقة اللي بجانب القصر الآن. وصلت الآن إلى أول بئر، طبعا هذا أول بئر، وهذا الثاني وهذا الثالث. شوفوا هذا البئر الأول عميق، شوفوا عمقه. هذه آبار، اللي بيزور الأماكن هذه ينتبه للآبار العميقة هنا. شوفوا هذا البئر الآخر، شوفوا شوفوا كبير وعميق هنا. طبعا أنا الآن أمشي فوق الآبار العميقة هذه وبجانبها. طبعا احنا شفنا البئر الأول والثاني، نبي نوري طبعا هذا البئر الثاني، وهنا البئر الأول، هنا البئر الثالث والعميق جدا. شوفوا طبعا هنا يتضح قصر غياض. شوفوا الآبار الآن، أنا بأعلى نقطة فوقه، هذا البئر الآخر. طبعا هنا يتضح قصر غياض اللي أمامكم، هذا هو قصر غياض من الداخل. طبعا هذه منطقة أثرية وقديمة جدا.
أنا الآن فوق الآبار، شوفوا هذا البئر الأول وهذا البئر الثاني وهذا البئر الثالث. الآن لو أي اهتزاز أو شيء طحت بحد الآبار فالله يستر منها. طبعا منطقة جميلة من الأعلى، فيا إخواني انتبهوا من الآبار العميقة هذه، اللي يجي القصر غياض ينتبه لا يطيح فيها، أنا حذرتكم. طبعا دائما المناطق الأثرية والمناطق القديمة والبيوت الطينية القديمة دائما تحيط فيها آبار، فانتبهوا منها دائما. المدائن صالح يوجد فيها آبار، ولكن الآبار اللي موجودة مدائن صالح تكون منطقة الحجر ومقفل عليها بشبك وعميقة جدا. خلال زيارتي إلى الأردن وزيارة جنوب عمان مدينة البتراء التاريخية التراث العالمي لم أشاهد آبار في جبال البتراء. طبعا بالبتراء مشينا بسيق حتى الوصول إلى خزنة فرعون وشاهدت المدافن والمقابر والمعبد الكبير وقصر بنت فرعون. شاهدت الكثير في جبال البتراء، أشياء جميلة جدا حتى الوصول إلى جبل الدير وهو أشهر ومعلم سياحي في البتراء والأردن. الآن نصور من اتجاه آخر، شوفوا هذه الجهة الجنوبية. طبعا أنا كنت أصور مشوين من الجهة الغربية لقصر غياض.